لا هي بتبقى هي اللحمه وهو هو الشغل، بس هو يعني بتزيد ايه بالنسبه لايه؟ اقبال الناس على اللحمه في رمضان بيختلف عن الايام العاديه؟ لا هي بيبقى في شغل بس يعني تختلف برضو عن ايه الايام العاديه تختلف. طبعا كل يوم الناس بتاكل لحمه في رمضان غير ايه؟ غير الايام العاديه، فالشد بيبقى اكتر. الاسعار في رمضان هتختلف؟ لا هو هو هي الاسعار. اللي هي كام؟ 110 احنا بنبيع. العجالي. العجالي. الجملي؟ الجملي ب 85. اسعار جميله، خلي بالك الجملي دي الجملي كانت بتتباع ب 100 جنيه. لا ربنا كرمنا النهارده بتتباع ب 85، يعني شيء جميل جدا. الكندوز كان بيتباع ب 130 وب 140، النهارده ب 110، يعني اسعار جميله واسعار حلوه وربنا يخلي لنا السيسي. المفروض. في المفروم وفي الجملي وفي الكندوز. ايه رايك في اجواء رمضان السنه دي الايام دي عن زمان؟ اللهم صل على النبي، الاضواء السنه دي تختلف عن زمان. زمان يعني ما كناش بنحس برمضان، انما دلوقتي الحمد لله بنحس برمضان وبنحس بجماله وبنحس هو بيبقى اليوم كله رمضان. الاختلاف ان هو يعني الناس بتبقى صاحيه طول الليل، والناس طبعا بتصلي التراويح وبتصلي، يعني بنفضل في يعني في ايام جميله.